هاي من التعليقات للامانه. نعم هواي تعليقات انه كاتبين تقصد زين لمحمد داوود. هو بفتره من صار هذا الفيروس نعم هواي ناس استغلته بصوره سلبيه. انا سؤالي واضح. اي تقصد في زين؟ منو؟ لا قصدت اي شخص استغل طيبة الناس وتعاطفهم وياه قصد، واذا هو كان هو غايته فانا اكيد قصده. ها يعني قصد زين لمحمد داوود اذا كان انت للامانه يعني خلينا نكون صادق بالموضوع انه اني على تواصل دائم كنت مع زين المحمداوي. هو صديق الولد ايام ايام البصره كلهم اللي يعني مصاب مرض كورونا وفيروس كورونا. انا كنت على تواصل دائم وياه، حتى فتحت وياه كاميرا. الرجل كان بالعزل والعفو بالحجر الصحي. ليش هو بالحجر؟ اكو كاميرات يفتحون واتساب ويلعبون ببجي يعني. بس انا شفت الامانه حتى التحليل انا قريته شخصيا، انا بدوري لازم اكون مدافع صحيح لانه هو رجل غايب صحيح. صح لا صحيح. بس بعد يلعب بوبجي وكذا ما اعرف بالتفاصيل. انا ما قلت لك يلعب بوبجي، يعني انت تقول فتحت يا كاميرا بالعزل، يعني انت نعم. قاعد تهمه انه موجود كاميرا بالعزل، يعني اكو شيء؟ اي اكو والله، اذا اكو شيء يعني هنيان الحجر. لا صدق والله العظيم، نت واكل وهاي مع الشكل.